مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من كيبورد نبدأها بأبرز العناوين. قناة بلقيس تحتفي بعيدها الثاني وسط زخم من التهاني. هاشتاغ عامل النظافة يمثلني يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. تدشين مهرجان يوم الشاي العدني بالعاصمة المؤقتة عدن. فيسبوك يتيح التفاعل بالإيموجيز على التعليقات. مضيف فقرة الاستضافة الشاب محمد عبد الحميد. حياكم الله. احتفت قناة بلقيس في 11 من مايو بالذكرى الثانية لانطلاق بثها وسط زخم من التهاني والتبريكات من متابعيها، وعبر ناشطون وصحفيون وأدباء عن إشادتهم بالخط المهني لقناة بلقيس، مؤكدين أن القناة جاءت في ظروف استثنائية وكانت عند مستوى التحدي. كثيرة هي المقالات والمنشورات التي تحدثت في هذا الموضوع وتحت هاشتاغ قناة بلقيس عاماني على الانطلاقة. نشوف هذا التفاعل. ما قلنا إن المقالات والمنشورات كثيرة، لكن اخترنا لكم بعضها ونبدأها بمنشور للناشط أحمد الصهيبي الذي يقول: قدمت قناة بلقيس الفضائية منذ انطلاقتها قبل عامين نموذجا متميزا ورائدا على صعيد العمل الإعلامي اليمني وبعيدا عن الرتابة، وعلى الرغم من الظروف الصعبة والحساسة التي رافقت نشأتها إلا أنها استطاعت أن تقف جيدا على قدميها وبحثت عن الجديد والأفضل والمتميز لتنقل فيه معاناة وهموم المواطن اليمني. تهانينا لبلقيس وطاقمها المتميز وتمنياتنا لهم بالتوفيق والنجاح الدائم. ومن منشور للصحفية سامية الأغبري تقول في جزء منه: قناة بلقيس بهؤلاء الشباب ببرامجها بقضاياها باختيار قضايا تهم الناس بمواكبة الأحداث وإلى حد كبير باستيعاب الآخر المختلف. بعمرها القصير نافست وبقوة قنوات محلية كانت ولا تزال صوت ولون واحد، قنوات جامدة. تحية لطاقم القناة وللقناة في عيدها الثاني. شكرا لكل من هنأنا ولكل متابعينا. هاشتاغ آخر انتشر خلال الأسبوع الفائت في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو هاشتاغ الكوليرا تجتاح اليمن، وذلك بعد انتشار مرض الكوليرا في مناطق كثيرة من اليمن. انتشر هذا الهاشتاغ في منشورات متصفحي مواقع التواصل الاجتماعي. نشوف هذا التفاعل. منشور للأستاذ خالد الرويشان عن الموضوع يقول فيه مخاطبا الانقلابيين المتسببين بالوضع: هل تكفي هذه الصورة لأن ترحلوا؟ هذه المرة لن نقول ارحلوا لبيوتكم، لن نقول ارحلوا عن السلطة المنهوبة، بل ارحلوا عن البلاد. البلاد تموت بسببكم أيها الانقلابيون، تريدون أن تحكموا بالقوة؟ لم يعد هناك شيء كي تحكموا أو تتحكموا به، لم تتركوا شيئا. النساء تموت في الشوارع بالكوليرا والجوع وأنتم صامتون. هذه الصورة كسرتني، هذه الصورة التي أرفقها.
وتزامنا مع هاشتاج الكوليرا تجتاح اليمن، انتشرت صور في مواقع التواصل الاجتماعي عن تكدس القمامة في مناطق كثيرة في صنعاء، وذلك بسبب إضراب عمال النظافة لعدم صرف مستحقاتهم. كثير كتبوا عن الموضوع وأرفقوا الصور المذكورة. اخترنا لكم منشورات نبدأها بمنشور للناشط جمال عبد المغني الذي يقول: قد تكون صورة الحاكم مطبوعة فوق كل ورقة من ورق الصحيفة الرسمية أو على الشريط الإعلاني للقناة الرسمية أو على ملصقات الجدار، وكثير من الأحيان تكون صورة الحاكم منتشرة في الشوارع، وهذه هي صور من يحكم صنعاء، مشيرا إلى القمامة. منشور آخر في نفس الموضوع للصحفي منصور الجرادي، لكن من زوايا أخرى. منصور يقول: تكدس أقوام القمامة بصنعاء كشف لنا أمرين، مدى البذخ الذي يعيشه البعض، ومدى الجوع الذي بلغ الأسر التي باتت تأكل من أكوام القمامة المكدسة. تضامناً مع عمال النظافة الذين أعلنوا إضرابهم بسبب عدم صرف رواتبهم، أطلق ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان عامل النظافة يمثلني. عبروا من خلال منشوراتهم عن تضامنهم مع عمال النظافة. نشوف التفاعل. الناس عاد معاهم ضمير، ليش؟ سبب هذه المبادرة. نشوف مبادرة قام بها 8 معلمين تظهر مدى الشعور بالمسؤولية لديهم. منشور عبد الكريم الخياطي يسرد لنا تفاصيل المبادرة الهامة ويقول: 8 معلمين تطوعوا لإنقاذ 300 طفل وطفلة من الضياع وبلا مقابل مادي رغم فقرهم، سكنوا خياما صغيرة مع عوائلهم في وسط وادي الخانق المعزول عن العالم إلا من أصوات المدفعية التي ليست ببعيدة عنهم. هناك حيث مخيم النازحين والهاربين من نيران الحرب، نجح هؤلاء المعلمين في إقناع الأطفال بالعودة إلى الفصول وعدم اللحاق بمن سبقوهم إلى جبهات القتال. نجحوا في إعادة أطفال النازحين وضحايا الحرب إلى المدرسة رغم أنها من خيام، ورغم نقص الكتب، ورغم كل الصعاب. ومن الهاشتاجات والمبادرات إلى الفعاليات التي أقيمت خلال هذا الأسبوع، أولها فعالية يوم الطالب، وشارك فيها اتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا وتحديداً في أنقرة. الطلاب شاركوا بالرقصات الشعبية المختلفة، كما قدموا شروحات عن بعض المدن التاريخية اليمنية، وقدموا صور لأماكن تاريخية. نشوف مع بعض صور الفعالية. الفعالية الأخرى في صنعاء، حيث أقام منتدى التبادل المعرفي فعاليته الأسبوعية بمؤسسة بيسمنت الثقافية بعنوان قضايا وحكاية، وهي فعالية ثقافية يقيمها عدد من خريجي وطلاب كلية اللغات في جامعة صنعاء، تتناول عدة مواضيع وفقرات. نشوف صور من الفعالية.
ختام جولة الفعاليات من عدن. هذه الفعالية كانت احتفالاً بالذكرى 12 لتأسيس فرقة خليج عدن. نشوف صور كمان من الفعالية. أعلن مجموعة من شباب العاصمة عدن عزمهم تدشين مهرجان الشاهي العدني الأول، وقد تم تشكيل لجنة تحضيرية حيث ستقوم بكافة التجهيزات لتدشين الفعالية التحضيرية لهذا المهرجان، والمتمثلة في معرض صور يتضمن أفضل 35 صورة تقدمت للمشاركة في مسابقة الشاهي العدني، فقرات جانبية أخرى متنوعة. وسيتم في اليوم الأول تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة الصور وصاحب أفضل شعار مقدم من قبل المتسابقين. صوروا واشربوا بالعافية على قلوبكم. أفضل شخصية عربية في الولايات المتحدة يمني، فقد تم اختيار البروفيسور راشد عبد الرحيم وهو من أصل يمني كأفضل شخصية عربية في الولايات المتحدة لعام 2017. البروفيسور كان يوماً صبياً يعمل في مقهى ومغسلة، وبالاجتهاد وبالإرادة وبالعمل الجاد أصبح أفضل جراح في الولايات المتحدة. دكتور راشد، اليمن تفتخر بك. لمحبي الأفلام الأجنبية، هذه صفحة في فيسبوك يمنية الإدارة عالمية المحتوى، يتوقع لها مستقبل عظيم على المستوى العربي والعالمي لجودة ما تقدمه. والتكنولوجيا وأخبارها. البداية من موقع فيسبوك الذي أتاح التفاعل بالمشاعر أو الإيموجيز على التعليقات، بعدما كان التفاعل مع التعليقات فقط بالإعجاب، وأصبح بإمكان المستخدمين التعبير عن الحب والغضب والاندهاش والإعجاب والضحك والحزن على التعليقات، ويطلق فيسبوك الخدمة تدريجياً للمستخدمين حول العالم. الخبر الثاني يقول: تمكن باحثون من جامعة إيست تشاينا نورمال بمدينة شنغهاي الصينية من تطوير تقنية تتيح التحكم في نشاط الخلايا الحية داخل أجسام الحيوانات. اعتمد الباحثون في هذه التقنية على تسخير علوم الأحياء والتكنولوجيا الحديثة للتحكم في مستويات السكر في دم فئران مصابة بمرض السكري. الجهاز الذي يتم زرعه في جسم الفئران يتم التحكم فيه عن طريق تطبيق على الهواتف الذكية لتفعيل الخلايا المنتجة للأنسولين. ولاحظ الباحثون أن مستويات السكر في دم الفئران تستقر في غضون ساعتين من بدء عملية التفعيل. فقرة الفيديوهات لهذا الأسبوع نبدأها بمقطع مسجل لطفل ينقذ قطة من الغرق. شوف هذا المقطع. كلكم كوم وأكوام القمامة اللي في السائلة، حسبي الله ونعم الوكيل. مقطع آخر للفنان أسامة المقطري، نسمعه مع بعض. البساطة والجمال. نختتم فقرة الفيديوهات بأغنية للفنان يعقوب العسل. ويا أحبة رباط
صنعاء رعى الله صنعاء، ويا أحبة ربا صنعاء رعى الله صنعاء. حي ذاك الربا لازال للغيد مرعى. وصلنا إلى فقرة الاستضافة، ضيفنا فنان شاب منطلق، ضيفنا محمد عبد الحميد. هواك يا صنعان هواك المسافر، كرك قلبي من سنو ميتلري تشيك عشتك إلك بكش الله. Bu hayaldi, bu sevgimiz, huzur oldu dokunuşunla. Ne yaparım ben yar sensiz, derdime kime söylerim. Hasretimden gece gündüz ağlar yüreğim. Aşkım benim meleğim, söyle sensiz neylerim, görmediğim bir gün bile. محمد اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. الله يحييك. محمد جاهز للاسئله؟ ان شاء الله. ايش رايك نبدا باول سؤال اللي هو كم عمرك؟ عمري 25 سنه. ايش مجال دراستك؟ مجال دراستي راديو تلفزيون سينما. جميل. متى دخلت عالم الفن؟ عالم الفن دخلته من صغري يعني، والآن مواصل إلى الآن. من صغرك يعني كم كان عمرك؟ كان عمري في 10 إلى 12 سنة كان. ما شاء الله. الإعدادية يعني. ما شاء الله. أول أغنية غنيتها إيش هي؟ الأغنية هي كانت أول شيء الابتهالة الذي هي الشخصية الذي كانت بين الأهل الأصدقاء الأقارب، وبعدين كان أول أنشودة لي يعني تطلع في الساحة الفنية أو اليمن هي يلوح الفجر. أنشودة يلوح الفجر ألحان فنان عمر البناء. جميل. إيش هو اللون الغنائي اللي تحبه؟ اللون الغنائي الصنعاني. الصنعاني. إيش اللغات اللي تغني بها غير العربية؟ أغني باللغة التركية. جميل. وباللغة الإنجليزية أحياناً. جميل جداً. في لك فيديو وأنت تغني في المترو بإسطنبول، لو تكلمنا عنه؟ نعم، الفيديو هو كانت فكرة يعني أشرح لكم، هو كانت بطريقة غير مباشرة أن احنا نسوي الفيديو هذا. هذا الأنشودة اللي غنيتها كانت أول ظهور لي في تركيا في مدينة كونيا أمام رئيس بلدية كونيا، وكان أول ظهور لي في القناة التركية الذي هي ثلاثة تعاليم، وغنيتها فنالت إعجاب من الناس بحكم أني أجنبي أغنيها يعني، فواصلت فيها فكنت أجيبها في أكثر من مسارح وأكثر من أماكن في تركيا. وكان ذاك اليوم يعني تحدي او كذا شغف من الشباب انه اتحداك تغني في المترو او تجيب، يعني كانت بطريقه غير مباشره ان احنا مستعدين او مجهزين لهذا الشيء، ما كناش مجهزين له، فطلعت كذا من تحدي وغنيتها، والحمد لله يعني نالت اعجاب الكثير وما توقعت ابدا ان الناس يعني تجيها. ايش كانت رده فعلهم؟ طبعا في هذه اللحظة الناس في يعني انت تقصدين الناس اللي على المترو او على المترو؟ ايوه على المترو. المترو طبعا الاتراك من يعني من الشعب هو يعتبر رسمي نوعا ما، فكانت بطريقة غير مباشرة بداية ما كانش متحمسين معي يعني، كان يشوفوا بس مستغربين يعني زي اللي اي شيء اللي طبيعي. ايوه الحمد لله. بس بعدين لما واصلت وانا كنت في اشد الاحراج يعني، وواصلت وايقنت انه انا متاكد داخليا انه هذا الشيء يعجبهم ويرتاحوا، وحتى كلمات الاغنيه هي يعني تتكلم عن السلام عن المحبه لا الحرب والوضع الراهن اللي احنا فيه كان جدا مناسب. فالحمد لله يعني في البدايه ما كان فيش تفاعل ابدا، حتى كان في جنبي اثنين من كبار السن كنت اتوقع في اي لحظه تكون كذا ردت فعل مش طبيعيه، فالحمد لله نال
الأخير كان في تصفيق وحماس منهم والحمد لله. أنا حتى أني نزلت من المترو أجولة عندي يسألوني بعضهم ويسلموا علي وكان تشجيع طبعا من أصدقائي اللي هو الأخ نادى النقيب وأيمن الخليدي أشكرهم يعني وبعض من الشباب اليمنيين اللي كانوا متواجدين ذاك. جميل جدا. كانت الأغنية باللغة التركية طبعا صح؟ الحمد لله. كم وصلت عدد المشاهدات؟ حاليا 500,000 يعني تقريبا على قناة. جميل جدا ما شاء الله ما شاء الله. أكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ أكثر وسيلة تواصل أستخدم الانستغرام يعني أكثر شيء حاليا يعني. ليش الانستغرام؟ انستغرام يعني عندي متابعين كثير يعني. كم يعني؟ يعني مش كثير يعني تقريبا كبداية يعني حوالي 1500-1600 يعني بعد انشهار الفيديو. بعد الفيديو طبيعي. لو تكلمنا عن شخصية أثرت بها فنيا أو في يعني حياتك في حياتك وفنيا. فنيا طبعا أنا متأثر بفنان تركي اسمه مصطفى ججلي يعني حتى أتمنى إن شاء الله إني أقابله إذا أراد الله. وعلى يعني في مجال إخراجي ودراستي في أيضا مخرجة تركية اسمها خليل أتمنى أن أعمل أي شيء عمل لليمن يشرف اليمن وهذا هدفي إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لك التوفيق في هذا الهدف. طيب شخصية كانت داعمة لك إلى جانب أصدقائك؟ طبعا والدي أمي وأبي لهم كل الشكر والتقدير إلى ذلك أقربائي وأصدقائي المقربين يعني. الله يخليهم لك. محمد أكثر انتقاد يوصلك؟ أكثر انتقاد إنه من الناس يعني من الناس اللي حولي خاصة يعرفوا محمد ليش ما أنت مشهور يعني ليش أنت مش شخص مشهور وعندك هذه الموهبة؟ طب ليش أنت مش مشهور وعندك هذه الموهبة؟ هذا السؤال يرجع للناس مش طبعا مش إنه قصة مش أنا أحاول قدر الاستطاعة إن أنا أبذل جهدي في إن أنا أظهر وإن أنا أجيب محتوى حلو وأشياء حلوة فنية هادفة وإن شاء الله يعني هذا هدفي وأحاول يعني كذا أحاول قدر الاستطاعة وهذه من ضمن الاحتفالات والمشاركات اللي أطلع فيها في تركيا وهي بشكل الحمد لله جدا رائع وكثير يعني. الدوام والاستمرار هو اللي بيخليك مشهور. محمد لو توصف نفسك بكلمة. متواضع. تواضع. جميل. متواضع. أحب الناس. جميل جدا. طيب إيش هي أكثر سعادة لحظة سعادة عشتها؟ لحظة سعادة هي عندما أطلع على المسرح حقيقة وعندما أشوف من الناس القبول لما أشارك مثلا بالعربي أو بالتركي أو بلغة أجنبية ثانية أشوف الناس تعطيني إيجابية وكمية من الكلمات والأخذ والعطاء بشكل جدا رائع هذا الشيء دائما بيحفزني إن أنا أواصل ويعني أكون متشجع دائما أنا أستمر في موهبتي في مجال العمل. طيب لحظات الحزن إن شاء الله لا يجيب الحزن الله لا يجيبه أيوه الحزن يعني أكيد إحنا حزينين على الأوضاع في بلادنا والما يعني الناس القاسية أهالينا والناس الذي لا لها ولا عليها أسأل من الله أن يفرج علينا ويفرج على الأمة الإسلامية بشكل عام. آمين يا محمد. محمد كيف تقضي وقت فراغك؟ فراغي طبعا دائما أجلس أننا أنمي موهبتي في الفن في وإذا في أشياء ثانية في طبعا في مجال دراستي وأتواصل مع أهلي يعني في الفراغ وأصدقائي طبعا. طيب صفة فيك تزعجك وحابب تغيرها؟ صفة فيني يعني تزعجني هي بعض الأحيان أكون متكاسل ومتسوف في بعض الأحيان يعني كذا أتسوف في بعض الأمور ما أمشيش فيها مش باين إن شاء الله ما يكون يعني هو مش باين ظاهري أنا مش إنها يعني كصفة فيني لا تجيني أحيان بس الحمد لله أنا أحاول أتجاوزها بأسرع. محمد معدة البرنامج تقول أنت خاطب أصلاً بس ارتباطك كان عن حب ولا تقليدي؟ يعني هو تقليدي طبعاً بس الآن في حب الحب بعد التقليدي أكيد يعني هو تقليدي بس الحمد لله يعني الحب هو من الله يعني الحب ينزلها الرحمن الراحمين وهي أصعب مرحلة اختيار يعني مرحلة الاختيار يدخل أصعب مرحلة فالحمد لله يعني أنا ماشي الآن وإن شاء الله ربي يسهل كل شيء. آمين يسهل لك إن شاء الله. طيب عمل فخور به؟
أما الفخور به يعني طبعا أعمالي على المسارح التركية هذه أفتخر بها جدا، حتى أنها أول شيء أنا أمثل بلدي اليمن، هذه أول شيء، حتى دائما لو تركز أني أطلع دائما بالأزياء اليمني. والحمد لله الآن الأسبوع الجاي إن شاء الله في لي مشاركة في مدينة أنقرة في فندق ممثل اليمن فيها مع اتحاد طلاب أنقرة. طيب محمد ايش بتسمعنا اليوم؟ نشتي اغنيتين، واحده بالعربي واحده بالتركي. ايش بتسمعنا بالعربي ايش بتسمعنا بالتركي؟ بالعربي ان شاء الله اسمعكم شيء عن اليمن، يعني ايوه حبي لها رغم هذا ما نريد. ايوه الثانيه بالتركي اللي تحبه، يعني اللي تختار. وانا اختار من مصطفى جيجيلي. تمام، بالتركي. بالتركي اختار من مصطفى جيجيلي. تمام، نبدا بالعربي. تفضل. حبي لها رغم الظروف القاسية رغم المحن، حبي لها أمي سقتني في وسط اللبن، وإن عشت فيها لجلها عانيت، وإن غبت عنها أنا لها حنيت، والحاصل إن الحب شي ملو ثمن، والحاصل إن الحب شي ملو ثمن. يا لا ويا لا لا ويا لا لا يا لا لا، من قال محبوبتك من قلت اليمن، من قال محبوبتك من قلت اليمن. جميل جدا ما شاء الله. ننتقل للتركي. ننتقل للتركي. في طبعا في اغنيه لمصطفى جيجيلي بس ما اتذكرش بدايتها طبعا، لكن انا افضل ان انا اجيب مثلا هاي اللي جبتها بالمترو او غيرها، بحكم انه الناس سمعتها مني يسمعوها مني. لا تفضل. هابي ميز كارداشيز بوفك نبيا، إن شاء ماك درور كان بكا وغا نبيا، دالار يوي يلار يوي دالار يوي يلار يوي دالار يوي كارداش يوي يوي. محمد الرائع، سعدنا باستضافتك اليوم، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك. أنا سعيد جدا فيكم وأشكركم أيضا على الاستضافة وشكرا لكم. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، ننتظر تفاعلكم مجددا عبر رابط البرنامج الظاهر أسفل الشاشة. هذه تحياتي لكم أنا أفنان تركل، وهي لكم أيضا من معدة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم. إلى اللقاء. لحظات الانتظار العصيبة. المشكلة في طوكيو. يا أستاذ عيسى، صدق ليش ما يكونش في كرسي؟ تدشين. Kimse olmasın seni yine bana kalırsın.